المغاربة ماشي أو باش والحقرة علاش علاش والحقرة علاش علاش والحقرة علاش علاش وحنا مغاربة ماشي أو باش وبالوحدة والتضامن واللي بغيناه يكون يكون الحمد لله رب العالمين. اليوم كنعيشوا واحد النهار أسود وهو يوم أحد يوم الناس كيخرجوا يدوروا مع وليداتهم. حنا راه ما عندناش باش ندوروا مع وليداتنا. أنا من أحد الناس اللي تعتقلت في هذا الشارع سين، تعتقلت في واحد الظروف غامضة وهو كنت أنا غادي نمشي نبدل البطاقة الوطنية ديالي في الدائرة 36، تكنلقى واحد الشكاية من طرف السيد القايد وشي مقدمية وهما لفقوا لي واحد التهمة اللي أنا ما عملتهاش وضربت 71 يوم ديال السجن. من بعد هاد 71 يوم ديال السجن المحكمة كتقتنع بأن أنا هذيك الأفعال ما درتهاش وكتطلقني بما قاضى وخرجت بالخميس بالليل. وكنتفاجئ منين جيت للمنزل ديالي، أنا أب ديال الأسرة وعندي ثلاثة البنيات ومريض في السكور، الله يشافينا ويشافي كاع أمة محمد. كنتفاجئ بواحد الريسيبو كنلقاه جيبوا لي مقدم للدار. ملي كنتفاجئ بهاك الريسيبو بأن فيه استفادة أنا جاتني فرحة، واخا خارج من السجن فرحت ملي خديت هاك الريسيبو. كنلتحق بعين المكان فين صيفطوني وكنلقاه عبارة على زبالة، زبالة عباد الله، فيها طايرة بقار، فيها طوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واش حنا هنا في شارع سين كنا 125 واحد تولينا حنا في 1200 ديال البشر؟ واش عباد الله كاين اللي عاطينو النمرة 760 اللي عاطينو 800؟ أنا تفاجأت بهذا الشيء اللي داروا. جاو هنايا كيما كيعاودوا هنايا متجوين الناس هنا الزملاء ديالي، بأن جات عندهم السلطة المحلية وقالوا لهم داروا لهم واحد الاقتناع بأن راه كاينة واحد المبادرة وطنية مصيفطة لكم سيدنا، غتحيدوا من هنا وغادي تستافدوا. وفعلا حيدوا الحوايج ديالهم من هنا ومشاو للمقاطعة عطاو هذوك السيبوات، وهم عوض الله كاملين راه حتى واحد ما حط تماك، راه زبالة لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا الهضرة بزاف، غادي نوصل واحد الرسالة، بغيت نوجه واحد الرسالة لصاحب جلالة مالك البلاد. شوف فينا صاحب جلالة، الله يرحم لك الوالدين، شوف فينا لله. راه حنا الشعب ديالك وهنا كنموتوا في الشر. راه انا كنهضر معاك دابا حاليا اقسم بالله العظيم ما عندي عشاء ديال وليداتي بالله. واش هاد الناس بغاونا نحارفوا؟ حنا راه ما عمرنا نحارفوا. واش بغاونا نديروا نسرقوا ولا نديروا تجاره مخدرات؟ راه ما عمرنا نديروا هادشي. حنا راه ما كبرناش هكا، راه من الصغر ديالنا حنا كنبيعوا ونشريوا. يعني الموضوع ديالنا هو على الفراشه. انا من ضمن الناس اللي 13 عام وانا هنايا تقريبا في حي سعيده وفي هاد الارض السعيده، وكنخدم هذه 13 عام خام. بالنسبه للاستفاده هاد الناس هادو ما غادي نوجه اتهامات لحتى شي واحد. الاتهام اللي غنوجهو هو ما كاينش تسير والزبونيه هي اللي كتخلي هاد الناس هادو لدرجه حنا ما بقيناش كنقدروا نهضروا. حنا اللي مالين الحق ما بقيناش كنهضروا ولا نجبدوا الموضوع، لان المسؤول اللي كتمشي عنده ما عندوش افكار، عنده غير الزجر. هذه هي النقطه الاولى. بالنسبه للنقطه الثانيه، حنا دابا بالنسبه هنا علاش ما كنمشيوش عندهم؟ حيت هما ما عندهم لا بديل لا والو، ما عندهم حتى شي افكار ولا عندهم شي حاجه، عندهم غير واحد القضيه ديال انه النهار اللي كترشق لهم هنا كيجيو كيقول لك حيد حيد، بحال انت نايض، انت جاي من الجزائر ولا جاي 15 يوم باش جيتي لهاد البلاصه هذه؟ بالله عليكم واش ما كان التجاره هذا؟ هذا مكان للتجارة، كل مكان كبير، القلب ديالو مزبالة، عوة، شنو نقول لك؟ طوبة موجودة هنا، حديث ولا حرج، هذا المكان غتبيع فيه وتشري فيه، هذا المكان غيجي يقتني فيه، يجي عندك المشتري يشري عندك هنا، شكون غيجي عندك؟ شكون غيجي عندك؟ واش هذا المكان غادي يحميك من الشتاء؟ من الشمس؟ اش نقول؟ انا كنعرف سوق نموذجي كيكون مقنن ومهيكل، كيكون سوق نموذجي كيحمي البائع ويحمي حتى المشتري اللي غيشري. واش هذا شكون غيجي؟ ما فهمتش انا، واش سوء تدبير؟ اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر، لا حول ولا قوه الا بالله. انا كنطلب من سيدنا انه ياخذ بعين الاعتبار ويشوف هذه المهزله اللي كنعيشوا فيها دابا حنا حاليا. راح شوموا عيد. اذا كنتوا كتحفظوا الكرامه ديال الانسان وتحفظوا كرامه البائع، غادي يتقنن هذا المكان ويتصوب ويتهيكل
الا كنتو الا بغيتو تحافظوا الكرامه ديال الانسان، وهذا الشيء اللي طلب به سيدنا، حنا ما طالبين حتى شي حاجه.